الكام ديفيد ومعاهدة السلام نصت بشكل لا خلاف عليه أنه يمنع على أي قوات إسرائيلية أن تكون موجودة على طول الحدود المصرية لماذا بعد 45 عاما تريد حكومة تنياهو أن تخرق هذه الاتفاقية إسرائيل هي بالطبع نحن نتحدث عن مستجد هو ما حدث في السابع من أكتوبر وبالتالي إسرائيل بتستغل هذا الحدث لتقويض أو لي يعني تحريف اتفاقية كامب ديفيد أو اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي وقعت في 29 من مارس سنة 79 فبالتالي إسرائيل بتنتهز أي فرصة ل تحقيق ما تسميه بأمنها في هذا الشأن وهذا القطاع يعني بعد هذه المراوغات الإسرائيلية ومراوغات من نتنياهو بيتضح تماما ما ما ترمي إليه إسرائيل وهو يعني ما تزعم إليه بأنه محاولة للسيطرة على القطاع ببقاء قوات في محور صلاح الدين او محور فيلاديلفيا، حتى لو انسحبت اسرائيل من القطاع من غزه فانها سوف تبقي على حسب مزاعم نتنياهو على هذا هذه القوات على الحدود المصريه الاسرائيليه. هذا هذا الابقاء على الحدود المصريه الاسرائيليه هو اتهام في حد ذاته ليس لحماس واتهام لمصر بانها بتساهم في تهريب الاسلحه لحماس في عبر هذه الانفاق التي ولا سيما بعدما زعمت اسرائيل في الاسبوعين الماضيين بانها اكتشفت نفق قديم وهذا النفق يعني من شانه ان يمرر بعض السيارات وبعض الناقلات بالتالي انا اعتقد طبعا ان وجود مثل هذه المزاعم الاسرائيليه بشان محور صلاح الدين او محور فلاديربيا هو اهم ما يعرقل هذه المفاوضات الإسرائيلية الإسرائيلية بين غير المباشرة مع حماس نهيك طبعا عما يعني تضع إسرائيل من شروط أخرى هذه الشروط يعني هي بتعتبر أنا بعتبرها نوع من المضيعة مضيعة الوقت حتى تجيء إدارة أمريكية جديدة يعني تمارس عليها إسرائيل ابتزازها للحصول على مزيد من المساعدات ومزيد من الدعم الأمريكي لإسرائيل بالمناسبة يا دكتور جمال اليوم هو اليوم الثلاثمائة والثلاثة والثلاثون من بدء هذه الحرب على قطاع غزة يعني ثلاثمائة وثلاثين يوم وإسرائيل بتواصل حربها على القطاع وحتى اللحظة ليس هناك نعم. تصور ليس هناك تصور لشكل اليوم التالي هل لديك مخرج لهذه المعضلة ما هو شكل اليوم التالي؟ لا إسرائيل ولا أي طرف حتى الولايات المتحدة لديها تصور لشكل اليوم التالي. يعني كان هناك أحاديث أشبه بالهراء التي تحدث بها نتنياهو عن شكل اليوم التالي. مرة يتحدث عن إدارة دولية للقطاع. مرة يتحدث عن يعني. احاديث بتتصرف عبر وسائل الاعلام الاسرائيليه هي احاديث فقط عبر وسائل الاعلام الاسرائيليه او عبر وسائل الاعلام الامريكيه لكن ليس هناك حديث عن حتى الحديث الذي طرح اسرائيليا او امريكيا عن تسليم السلطه الفلسطينيه اداره غزه، هذا الحديث تم احباطه برفض اسرائيلي لزياره محمود عباس رئيس السلطه الفلسطينيه الى القطاع وهو ما الاعلان الذي تحدث به عباس في البرلمان التركي وقال انه يزمع اداره او زياره قطاع غزه مع حكومته ويطلب من المجتمع الدولي دعمه ويطلب من قادة سياسيين اخرى ان يلحقوه بهذه الزيارة لكن اسرائيل احبطت سعي عباس للذهاب الى غزة وهذا طبعا كانت السلطة الفلسطينية من ضمن التصورات بشان اليوم التالي في الحرب على غزة او اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة فبالتالي انا اعتقد طبعا يعني ليس هناك تصور لدى طرف اخر لما بعد الحرب على غزه، يبدو أن حماس هي قدر إسرائيل ولن تستطيع التخلص منه، برغم أن نتنياهو يعني يعني وضع شرطا لإنهاء الحرب على غزه بالقضاء على حماس، وهذا طبعا يعني هذا الأمر تحدث عنه وزير الدفاع او وزير الحرب الاسرائيلي يوف جالانت وقال ان هذا نوع من الهراء ان ان يكون هناك حديث او اصرار على القضاء على حماس حماس يعني هي فكره اكثر من كونها حركه يمكن القضاء عليها طيب سؤالي الاخير يا دكتور جمال تعلم بالتاكيد ان سيد خليل الحية في القاهرة وصل صباح اليوم القيادي بحركة حماس جاء بدعوة من الوسطاء مصر وقطر بالامس غادر الوفد الفني الاسرائيلي للمشاوره حتى اللحظه بايدن اتصل هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالامس كذلك هناك شيء ما يتم الترتيب اليه في اجتماعات القاهره او مفاوضات القاهره حاليا انما لو بسطنا الامور حنجد ان القاهره ترفض تماما وجود اسرائيل على المعبر وإسرائيل ترفض تماما بقاء حماس على المعبر طيب ما هو الاحتمال الثالث هي حماس اللي الحقيقة ليست على المعبر بحكم الواقع الآن يعني حماس كانت على المعبر فيما هو, قبل فيما هو قادم الناس السابع من أكتوبر فيما هو قادم بالطبع يعني آ... مصر مصر هي لديها شروط عدم بقاء اسرائيل على معبر رفح وعلى محور فيلادلفيا وبالتالي هذه هذا حق مصري واعتقد طبعا ان هذا لن تتخلى عنه مصر جاء توني بلينكن الى المنطقه في الاسبوع الماضي وتحدث عن ما اسماه بلقاء سد الفجوات، يعني سد يعني هذا اللقاء سد الفجوات او مقترح سد الفجوات هو مقترح امريكي جديد لكن لم لم يتم الكشف عنه ما هي الفجوات التي يمكن سدها؟ اعتقد طبعا ان وجود خليل الحيه ممثلا لحماس في القاهره قد يعني يعني يطلع على ما تم التوافق عليه او ما تم يعني طرحه سواء من قبل امريكا او من قبل اسرائيل في هذه اللقاءات المتعدده وعلى حماس بالفعل ان من حقها ان تقبل او ان ترفض مثل هذه الشروط لكن حماس هي اعلنت موقفها موقفها ثابت بانها لن تتخلى عما تم الاتفاق عليه في الثاني من يونيو في يوليو الماضي وهو مبني على قرار او خطه بايدن وتم ايضا تحصينه بقرار دولي قرار مجلس الامن خمسة 35 في يونيو الماضي فبالتالي انا اعتقد طبعا يعني ما اسماه بلينكن بسد الفجوات هو يعني هو يتفق تماما مع الخطه التي يعني المقترح الجديد التي الذي طرحه الوفد الامريكي في مباحثات سواء مباحثات قطر او مباحثات القاهره في هذا الاسبوع أشكرك دكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من وسط الطائرة